اقول للعمال كل عام وانتم بالف خير، ومناشده الى الاخ رئيس الوزراء محمد الشياع السوداني، اقول له نظره ابويه اخويه ايش تعتبر، اعتبرها للاخوه العمال، لان الاغلب الاعم من الاخوه العمال ناس خريجي معاهد ومعلمين وطبقة يعتبر مسحوقة اليوم بالمجتمع العراقي، فكل عام وهم بألف خير. وأكو ناس شيبة يعني أتوقع حتى رعاية ما عندها، يعني أنا قبل أيام الأخوة هنا الخلفة طلع ويا عامل من العمال يعني كبير بالسن، عمره تقريبا يتجاوز 45-50 سنة، يعني حتى أنا انكسر خاطر عليه، سألته قلت له إيش عجب أنت شيبة ورجل كبير في السن إيش عجب تطلع عماله؟ قال أبو أحمد يعني ما باليد حيلة، أنا إذا ما أطلع يعني عائلتي ما تاكل زين. فأتمنى من الأخوة ذوي الاختصاص إذا من يهمه الأمر رعاية الأخوة العاملين، وهم يعتبرون رأس الأهرام، لأن لولا هم ماكو عراق وما يبنى عراق. فأتمنى من رئيس الوزراء الأخ محمد الشياع السوداني النظر للأخوة اليد العاملة، وأعيد وأكرر كل عام وهم بألف خير. إن أكو أخ شيبة منا يفوت كبير في السن، أكثر الأمرار أشوفه يروح ويرجع، سألت عليه قلت لهم هذا الرجل إيش عجب، شو مرات أشوفه يطلع الغبشة ويرجع الساعة بالعشرة بالدعشيش بالتسعة مرات، يقولوا لي هذا يروح للمدينة مدينة الصدر للمصدر يدور شغل يبقى هناك وما يلقى شغل، ويرجع من المدينة إلى منطقة السعادة والكرامة اللي هي قضاء زوراء المعامل سابقا. فهي هاي يعني مع كل الأسف. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا هنا عمال المصدر الكمالية، احنا هنا مضطهدين، لا شغل هنا اكو، لا اللي بعض قاعد بإيجار، اللي بعض تعبانة اوضاعه وحركة ماكو، الاكثر هنا قاموا يستغلون العامل، يستغلون عامل الاجانب احسن عود من عامل المصدر العراقي، تعبان ما يقدر يشتغل، لا اكو عمل لا اكو شغل وتعبانين، اللي بعض هنا قاعدين بالإيجار، اللي بعض هنا خريجين، ما حد ينظر بهاي امور، هاي العمال امور المواطنين العراقيين تعبانين فرد مره. وناشد وزير رئيس الوزراء بان ينظر بشؤون هاي العمال، ينظر بحاله هاي العمال، لا راتب رعايه لا حركه عمل ماكو، وضالين هنا منتظرين شو وقت الله يرزقنا، هنا من الساعة الأربعة لحد الآن إذا ماكو عمل العامل يضطر يشتغل ساعات إضافية، ساعات حتى على مود عود يكلب بهذا العمل اللي هو شبه ما موجود، يعني بالأسبوع يطلع له يومين عود يكلب بهذا العمل، رب العمل يقوم يستقل العامل، يقوم يستقل كل شيء هنا، يقوم يستقل حتى بيوميات زاهدة، يعني يوميات قليلة كلش. السلام عليكم. بالنسبة لنا احنا عمال المصدر نطلع المصدر على باب الله، شغل واقف يعني شغل قليل بالنسبة للعامل. بالنسبة ليوميته هم مظلوم بها يعني. عامل يومته قليلة، يعني إذا شغل ماكو يستغلون عامل، يعني مو يومته هذيك، يومته 30-35 مرات يعطون 20,000-15,000، يستغلون عامل مع الأسف. فالناشد الحكومة ورئيس الوزراء اللي يسوي لها حل هاي الناس، وظيفة مثل تعيين، فتح تعيينات لها. بالنسبة هاي العالم يعني مظلومة صراحة مظلومة، كلش مظلومة. احنا بلد غني والحمد لله يعني زينين، يعني بلدنا يعني بلد غني بترول ما شاء الله، بس مظلوم الشعب يعني.
صراحة يعني لجنة بناء يشتغل عندك وانت قاعد صراحة يعني. هي مسؤولة الحكومة، هي مسؤولة عن هاي الشغل، مسؤولة عن المواطن، لازم يسوون حل هاي المشكلة، يسوون لها حل، يحصلون لها يفتحون تعيينات، يفتحون شغل للعالم حتى تعلمون تعيش عوائلها. يعني بقال دولة هسه ابسط حالة، بقال دولة العامل هاي وضعيته ها معزز مكرم هاي وحدة، والثين بقال دولة عندهم البشر بعد ببطن ما يحسبون له راتب. احنا العراقيين ترى العراق ابو الخير ابو النفط ابو كلهن، يعني هاي حال الشاب العراقي يشتغل مجاري هاي وحدة. اثنين من 2008 هم انا وهم هذا الشايب مقدمين على رعاية بالكذب، ما حد قال لنا الله يساعدك، هاي وحدة. اثنين انا عشت عيال على هاي شغلة المجاري. ثلاثة هسه عندك لحد الان من الخمسة الفجر لحد هسه على الساعة 12 الظهر بربع ما مشتغل، هاي وحدة. اثنين صار ثلاث اشهر ابو الايجار لازم للباب. زين احنا العمال يا الدولة، انت ابسط حالة جاي نقدم وسيلة مساعدة في سبيل نعيش، كنت ما اريد منكم على الاقل راتب رعايه ونمشي به حالنا. يعني هسه انا شو ذنبي ربع ما بجيب من الصبح لحد الان ابو الايجار مال ثلاث اشهر لازم للباب، منين نجيب؟ يعني شويه نظلون شويه باعونا احنا العمال، حالتنا تعبانه كلش، هم احنا هم عوائل الشهداء هم هاي، يعني من كل ناحيه منسي. شاب عراقي ابو الخير ابن بلد هاي وضعيته بالشارع وحصل عليه الربع، بس اقول حسبي الله ونعم الوكيل عليكم. الله اكبر عليكم. شويه باعونا شويه على كشاب، شنو انا شاب باب الشارع ما واصله، مخلص عمر قاعد هاي قاعده شارع. يعني هاي احنا اهل الخير تاليتنا نصير خدم انقس العالم. الله اكبر عليكم. حسوا شويه باعونا، بس هاي اللي اقول لكم اياها. هاي وحده. اثنين برقبتي اربع بنات ونفق ادفع وايجار ادفع، ولان كلنا هسه لازمين للباب، منين اجيب؟ حوالي بالاربع ملايين مطلوب، منين اجيب؟ ابوك انهب، بس هاي دفتمي يا السودان باوع لي شويه. يعني هسه انا ابسط حاله منين اجيب؟ الا بحاله واحده، بعد اكثر شيء لا يلقط علي ابو الايجار او جماعه النفقه، هي هاي الحاله. بسببها شنو؟ سببها انتم السياسيين باسم دين وباسم عمامه رسول الله، تاج رسول الله طبيتوا بيها تبوقون ودمرتونا. الله اكبر على الظالم. يعني شريد احكي، شريد اقول ثق بالحسين، ما عنده 500 دينار اتريك بين لفت فلافل بعد، وكاتب النجاح صار لي يوم وين؟ هاي كتاب نجاح من وراكم، الله يوفقكم، عساها بعوائكم هاي مطلعينها بالخارج، عسى عيشه خير. بسبب من؟ بسبب البوق مال العراق تبوقونه مال النفط. شريد احكي ابسط حاله، ثوره تشرين مال 2019 راحت الاشت شويه على حق، تاليتها 18 صجمه طشاريه ودخانيه، وما حد اجى قال له الله يساعدك خلي اخذك على الاقل مو الدكتور المستشفى المضمت، بس رمد جروحك. ابسط حاله هاي. ليش؟ مظلوم. يعني من الاربع الصبح احنا هنا، الدنيا ظلمه احنا جايين هنا، من الاربع الصبح لهذه الساعه ما مشتغلين. احنا رجع البيت مشاني، اجي مشي وارجع مشي، شغل ما شويه مخلي يلتفتون علينا. يعني انساني شاب حق الزواج ما عنده فلوس، يعني منين الزواج؟ يعني انا وغير ما يبتون لهم على تعيين. الشاب مظلوم، العامل مظلوم، ووقت الحكي يقول لك العامل مستفاد، ظل راكبين برا على ربع دينار، على 1000 دينار راكبين برا. هو يطلع من الخمسه الصبح لحد 3 العصر ب 20 ب 25، ولو تجي لو ما تجي، يعني شغل ما
مظلوم كل شيء، من كل شيء مظلوم، يعني العراق ابو الخير ابو النفط ابو الخيرات، ثاني شيء العامل اللي يصير بي يعني انا ربع دينار ما بجيبي، اجي مشي من البيت وارجع مشي، الله شاهد. هاي الاما اشوفها كلها تجي هنا من الاربع الصبح، الدنيا ظلمه هنا أنا. صلاه نصليها بالجامع، الله شاهد الحد انا ما متريق. هسه جايك. والله اول شيء السلام عليكم، اهلا بكم هنا بقناتكم اللي جيت وزارتنا يعني وذكرت هذا الموضوع وهذا اليوم يوم العامل. اول شيء هنا عندنا يعني بوضعيتنا هاي المعامل تقريبا يعني بها تقريبا بال 700 معمل او 800 معمل، هاي كانت مشغله عمال عراقيين كلها وكلها ماشيه امورها، وكان اكو ضمان اجتماعي يعني يسجلونه. هسه ورا السقوط دخلت اول شيء عماله اجنبيه حاربت، يعني المعمل كان بدل ما بي فد 50 عامل هسه المعمل بي 12 13 عامل، كان مستفاد ابو السياره يستفاد، ابو الشركه يستفاد، ابو المخزن يستفاد، عامل كله. هسه دخلت العماله الاجنبيه نهت الشغل، طبعا كلهم اكثرهم اغلبهم بدون اقامات، بدون اقامات و ضمان اجتماعي العامل ماكو. يعني هسه لا تشوف انت ابسط الامور، الحج هنا شوف عمره ايش قد، المفروض هسه هذا وين قاعد؟ قاعد بالبيت، يعني صار له ايش قد يشتغل؟ سلسله صار له سنين يشتغل. هسه المفروض ضمان اجتماعي عنده وقاعد بالبيت يستلم حقه كامل، مو صح له لا؟ هذا الشيء احنا ما عندنا. العامل مالتنا يموت هسه يروح للمستشفى متمرض ما حد يب حاله، هسه ينضرب بالمعمل يروح ماكو، ما كل حقوق ما له. عكس يعني هسه اكو عمالات هسه مثل يحسبون للدول هاي البرة يشتغلوا هنا المصريين، وها جاي نسمع جاي يعطوهم حقوقهم تروح للمليغات، واحنا للبلد كل شيء ما عندنا. كل شيء ما عندنا. احنا هسه للبلد نشتغل انا بيدي بضربات بيدي وهاي يعني ما كل حقوق. تراجع على الرعايه تراجع يقول لك ها ما تستحق بعد ما ادري شنو، وغير غير بلدان يودوا لهم اياه طبعا يمهم. هذا الشغل هنا كان يعني فوق ما تتصور قوي. بورصه العراق هي كانت هاي المنطقه هاي الحي الصناعي بالكماليه طبعا كانت. بورصه العراق مال انتاج الكاشي، الشتايجر، المرمر، البورسلين، بورصه هسه توسعت لان بدون رقابه. بدون رقابه يعني هسه باي منطقه تعال جيب فتح معمل و كيفك اشتغل. المنتج خارج العراق جاي يجي ينافس المنتج العراقي، وانت شوف هذا المنتج العراقي اقوى. هاي الكاشيه العراقيه وتقدر تجيب الكاشيه من غير مكانات، شوف تفحص انت شوف يا القوه يا هاي المتانه بيها. احنا هسه هنا معروف طبعا المعمل هذا معمل الرزاق الكاشي ابو علاء القريشي، كاشيه معروفه معروفه كلها طبعا على مستوى المناطق اللي احنا نجهزها مثل العامريه، الشعله، الحريه، نجهزهم هم يعرفون الكاشيه، معمل الرزاق معروف كلش كاشيته زينه، واكو غيرها معامل معروفه، بس بالعكس قام يجيبون المنتج استيراد يبيعوه ارخص، فتره مجرد انه يسقط المعمل ها؟ سقط المعمل هذا ايش سوى؟ صعدوا المنتج المستورد، يعني اول شيء يسقطك هو ذا بايع بالخساره، يجيب من هناك خليه يخسر. الشركه الخارج العراق تبيع تقول لك خليه يخسر. سقطت المعمل هنا، المعمل يكلف له اقل شيء ب 150 مليون. سقطت معملك صار خساره. فسوى ايش قام يسوي؟ المنتج بعد ما تصعد طلع الخساره مالته بالجماعه يعني بالمعامل. قام هو صار ابو سوق. هي هذا الحرب الحاربوا للعمال، هنا حاربوا للعمال يعني خاصه بالعراق. حاربوا ما خلوا منفذ لهم. وين ما يشتغل وتباوعهم هسه هذا المصدر على الشارع لو تشوفه تبكي والله تبكي. يعني رجال كبير مو مال شغل. تلقاه يشتغل لو يحفر لو هاي طلعوه يحفر له ابي مال مي، لو تكرم مسوي له ساجه مال مجاري. هو هذا وضع العامل العراقي، بس احنا نقول الحمد لله. العام العراق كان يشتغل هنا يوميته 25,000 يطلع طلع بالاربعه الصبح، طبعا ها يعني نومه الليل ماكو، طلع بالاربعه الصبح
يحل ب 12 يوميته 25000 كانت 30000 نعمه من الله يعني سد علاقه بيت هاي تقدر تلمني ما طلع لك 10000 مو لولا هسه هذا اجاك العماله الاجنبيه اجت يشتغل شهر كامل من الصبح لليل ايش قد يطوه اربع اوراق تدري يعني ايش قد فرق شاسع ها طبعا العماله الاجنبيه اكثرهم هم داخلين بزيارات يجي بالزياره يطب هنا فما يروح بعد يبقى هنا منفذ الوحيد بزياره واللي يجي اصولي عن طريق الشركات هم متنفذه هم يطب هنا فاللي يجي هنا يريد يشتغل العماله الاجنبيين لكن لا شرف فمن يلقى له معمل هسه احنا نشوفها غرف هذيك غرف مال كانوا يباتون بها عمال محافظات من الجنوب هذيك الغرف مطبخ وحمام وتواليت وغرفه نوم فيجي يشتغل هنا وبن بلدك ومستفاد يشتغل ويعيش اجى نافس ياهو العماله الاجنبيه اجت اذا هذا يطلع له بالشهر مليون هذاك ايش قد ياخذ بالشهر 500000 ابو المعمل شو يسوي لك ايش يقول لك انا شو اسوي انت هو اول شيء يحبك ابو المعمل ويريدك بس اذا هو يشوف ابو المعمل مقابلك جاب العماله هاي العفو نزل من سعر المنتج لان فرقت له مال العمال باع ارخص هذا راح ينظر شو سوى هذا انطر شو يسوي بطل عمال العراقيين محافظات جاب العماله الاجنبيه نزل هم من سعر الكاشي مو قطعهم من العمال نزلهن من سعر الكاشيه فصارت تشوف الشغل يوم بعد يوم ضد العامل هو هسه احنا عراقنا حاليا كله ضد العامل انت هسه البلد هذا هسه الحكومه لو تلتفت تدري لمن للشباب هاي بس توفر لها فرص عمل هاي الحكومه تنجح 100% تنجح 100% بس يوفرون فرص عمل للشباب لان هو سيال يطلع انا هسه اذا عندي شغل ووضعي زين ومرتاح واروح المستشفى القى عندي فلوس اراجع يعني شنو اطلع اتعارك ويا الحكومه قوه اصيح الحكومه باطله قوه مو صح لو لا فاحنا على هاي الشغله يا اخي وفروا للشباب هاي الشباب هسه راحوا الشباب والله سنقول ما يخالف قبلنا التفتوا على هاي الشباب ميزانيه انفجاريه موازنات انفجاريه التفتوا على العمال هسه قمنا نشوف يعني الحكومه تشتغل تبلط شوارع هاي قلنا يا الله فاحنا قال لا اكثر ولا بس العماله هاي الاجنبيه خلصونا من يمن يعني ما تعرفها لحظه اذا تسمح ما تعرفها يعني هم ذيك المره يقولون اكو يعني نحكي بموضوع يعني حتى الامن الدوله ده يقولون اكو خلايا نائمه زين انت جايب لي يعني عماله اجنبيه ما تعرفها شنو ما شنو من جميع الجنسيات انا بلدي هم مرد احافظ عليه هم مردك مرد تطبب ذوله انا خوناني انا اولى بهذا بخير بلدي انا اولى من يمه شبع شعبك وهاي وبعدين عود الزايد على قوت هذا طشي على الجيران فاحنا من هاي ونشكركم ونشكر قناتكم عيدنا نشتغل ما عدنا عيد يعني نشتغل بالعمالة عيد ما عدنا نشتغل عمالة يوم العيد احنا نشتغل عمالة نخبز الساعة بيش نخبز الساعة بثلاثة واسبه الساعة بالوحدة تقريبا وانا من الناس عندي بيت عرصة يعني مو ملكي وعندي اثنين خريجين قاعدين ذولاك يوم يسمعون حسك اي هذا انا يعني انا جاي اشتغل وعايشهم عندي زين واثنيناتهم متزوجين زين واحد يبيع ماي واحد ما ادري شلون نقول لما الله يفرجها يعني طالب بكت يعني تعيين ذول الخريجين يعني حتى يساعدونا البيت هذا اللي قاعدين به العرصه بكت يعني يملكوا انه والعامل العراقي يعني يوم يشتغل ويوم قاعد يعني يا دوبك بس عيشه العامل اليوم يجي هنا من الصبح لليل لو يحصل له 5000 لو ما يحصل ينضرب يتعور ينكسر يموت ما حد يسأل عليه لا الدولة تسأل عليه لا أبو المعمل يسأل عليه يعني ما حد هنا بحاله العامل هنا كان قبل يعني كان يحصل له 25 هسه يا دوب يحصل له 4000 5000 يروح لاهله زين 5000 وين تكفي؟ لا سحب لا عندك مي ارو لا انترنت عندك المسواه كله صاعد الاسعار مالته صاعده يعني هسه العامل يجي هنا يردم يخلي ويروح لا مستشفى مثلا حكومه تدعم العامل تدعم شو اسمه كل شيء معه
يعني هنا تباع العامل من الصبح لليل كيش ماكو، وبالاضافه جانا عامل هسه البنغلاديش والباكستاني. يعني انا اقول لك اذا 2000 عامل هسه صاروا 3000 عامل البنغلاديش، ثروا 70% ثروا، يعني مو 50% 70%. الاستيراد هم اثر علينا هنا، اثر علينا. يعني هنا قبل هنا المعمل يشتغل ب 10 عمال 20 عامل، يعني 20 عائله. هسه ماكو بالمعمل عامل لو عاملين بس، وهم العاملين لو هذول 3 عمال تلقاهم بنغلاديش لو باكستاني. العمال هاي كلها طشت، عوالها ظلت طشت، اللي يروح يبيع مي ارو، اللي يبيع جقاير بالفلكه، اللي يبيع كلينس. زين اسالك هاي تكفي ما تكفي؟ ظل هسه هاي معاناه العمال. هاي بالساحه اللي هنا هسه تشوفهم تارسين الرصيف، هسه تروح من هنا تشوفهم تارسين الرصيف. العراقيين قام ما حيطلعهم، يجيب الباكستاني العامل الاجنبي يجيبه وشغله. العامل هاي العراقي ما حيشغله. عيد ايش؟ هو العام هنا يا دوب يحصل له 2000 دينار، عيد ايش؟ هاي قبل يجوز كانت بزمن صدام عيد العامل، وهاي هسه هنا وين عامل؟ اكو عيد عامل ولا هم يعزنون؟ ولا واحد يسال على العامل، ولا واحد يشوف العامل. شوف عم العمال والله ترس الشارع هذا كيف لك القناه يتوسلون بينا، يقول لك بس كروه لو بس هاي بس كون حصل لك كروه وروح لاهلي. باق هسه هذا عندنا والله عاف مدرسته بطلها، ليش؟ المدرسه كل شيء ماكو صفر. اللي يقول لك اهليه، زين اهليه تعال الاهليه ما يقبلونك الا بمليون بمليونين. عودي تعال، هذا هسه هذا بطل من المدرسه صف ثالث. يعني ما حد هنا يشوف معاناه العامل، لا الدوله الدعمه ولا الرعايه الدعمه. هسه صف ثالث هذا بطل. لان يعني دراسه فاشله بالعراق، ما حد يسال عليك. لازم انا اقول لك شو اسمه اهلي يطيله مليونين ثلاثة يلا يخلونه. زين يطيله مليونين ثلاثة وعود على ما يتخرج. يا اللي يقلب شهادته يا اللي باوع عليها. عود يذبها مكيف يذبها بكنتور. خلي الدولة عم تطلع هنا شوف العالم وين صارت وين دارت. هسه درينا بها الدولة تبوق، بس هسه خليها تبوق بالنص. على الأقل تذكرنا هنا شوف العامل دعمه طلع له حقه. يعني العامل هنا يندعم ينكتل يموت ما حد بحاله، ولا واحد يسال عليه، ما حد يشوفه ولا واحد بحاله. زين الكهرباء تعبانه، المي تعبان، المي جاي يجينا طين، الكهرباء جاي تجينا ساعه بساعتين طافيه، ما حد جاي يسال علينا هنا ولا هاي. المستورد هنا دمرنا الدمور، يعني قعدها المصانع قعدها كلش. كان المعمل يشتغلون ب 10 عائلات 20 عائله، هسه المعمل بعامل عاملين يشتغلون ولا واحد يشتغل بالمعامل هاي. والله عمر 14 سنه، ها ابوي قاعد من الشغل تعبان، رجال كبير، ها مدرسه ماكو، ما حد يدرس، يقول لك والله ماكو رواتب. ها قضيت وبطل، قلت اشتغل احسن لين ماكو دراسه، اروح اسجل بهلية وانا ما عندي فلوس، مجبور ما مجبور. طلعت اشتغل، ها احسن عاد عايش اهلي، ها وهم انا اخذ لي مصيرف، ها مدارس شني رحلات ماكو، ها 4 نفرات يقلون بالرحله. اني عماله بكاشي اشتغل يومي اذب لي شو اسمه سكيبه سكيبتين، ها احصل له 5000. تعب اطلع من الصبح للظهر، تعب ظهري انكسر من ورا الشغل. لا والله الشغل بصورة عامة تعبان، والعامل هسه يطلع يا دوب يجيب له ال 20 ال 15000 ويرجع لاهله. كان العمال كانت هنا كانت هوسة، هذا المعمل كان به 25 عامل، هسه بس احنا 3 ويوم نشتغل والاسبوع قاعدين. شغل تعبان، شغل تعبان بالعراق. يعني المعمل كان به 25 عامل، هسه بس 3 يوم نشتغل واسبوع قاعدين. هذا وضع العامل بالعراق، لا رواتب
لا من تقول اكو شغل والناس تشتغل، كانت الناس يوم وياها 25 و30 هسه صارت 15 و20 الف. هاي العلم انت تطيل عائله تلم لك روحك، تشتري لك شغله، تشتري لك شو اسمه، شنو سادس انا سادس علم وبطلت على مود اشتغل. وها شوف هذا الشغل اللي قدامك تعبان، هذا المعمل هذا ترك معمل متروك ابو الشغل هسه قدرنا نصف المعمل وبعد بطل الله وياكم. ايش تسوي بهاي الحاله؟ وين تلقى لك شغل؟ وين تشتغل؟ وين تدبر شغل؟ وهذا وضع العامل بالعراق. وجاي شوف الصنطه هاي الشارع شوفه، لا واحد يشتري لا واحد شو اسمه، هذا الشارع الشارع وهذا المعمل هسه ترك، وهذا وراه يعزل المعمل بالمعمل ويقعد ببيته. بعد شو يسوي؟ شغل تعبان ومواد كلها صعدت شو اسمه كلها. هذا هو العامل. لا والله حكومتنا بصوره عامه حكومه تعبانه وفاشله، وانا دول الخليج دول ناس مرتاحه ورواتب وتعيينات عندهم وعندهم شو اسمه ولدهم تدرس. انا سادس علم وبطلت على مود ادرس على مود اشتغل. اشتغل هنا بالمعامل على مود اطلع الاهل مصرف اروح اودي لي البيت مصرف. قوت يوم وماكو يوم تشتغل 10 ايام قاعد اسبوع قاعد. هذا وضع العامل بالعراق. اما بقيه الدول لا، عم ناس مرتاحه ورواتب وتعيينات ومرتاحين. من ناحية العمال خص يعني بالمنطقة هاي المنطقة الصناعية الكمالية، يعني تباوع لك يعني كان العامل هنا يعني يشتغل ويحل أهله براحته بيوميته مستلمها. هسه حاليا يجي العامل هنا يدور شغل ما يلقى. قل لي ليش؟ لأن أول شيء أهل المعامل استغلوا الباكستانيين والبنغلاديش. ثاني شيء أبو المعمل يقول لك والله شغل ماكو، يا كان يجيب العراقي او ابطي يعني يوميته عاليه او فد شيء، الباكستاني بيش ما كان يشتغل. ابو المعمل يعني من باب حقه وراء الامانه يعني يا يطلع له كاشيات يطلع له اوبايات او فد شيء يحاسبه بالامانه، يجي يقول له شيلين اذا هو معمله صغير. كهرباء ماكو يعني شغل، يقول لك انا غاز ماكو، هذا البنغلاديش والباكستاني بيش ما كان يشتغل. يعني حاسب انه بالمعمل يعني هسه عندنا حتى المعامل جاي تخسر يعني ما جاي تربح. عمي عندنا هسه عماله، احنا كنا هنا ببغداد منطقه الكماليه، كنا هنا ببغداد كان كل يشتغل. النوبه جونا هالمحافظه كانت تشتغل، قاموا يشتغلون النوبه هسه طبونا دول الباكستان. الباكستان بيش ما قال له يشتغل لك، تعطيه ورقتين يشتغل لك شهر كامل. العراق ظل قاعد بالبيت، كل شيء ماكو لا شغل لا عمل، هاي الناس عندها عوايل. هذا المعمل كان بيه 30 عامل يشتغل، 30 عامل الله شاهد، كان 30 عامل 30 عائله عايشه عليه، هسه المعمل بيه 3 عمال يشتغلون، 3 عمال هاي وين تودي هاي؟ والمعمل يا دوب يطلع ابو المعمل يسولف يقول يا دوب اطلع ايجاري، يعني المواد كلها صعدت، عندك الاسمنت صار طلب 300,000، هسه ابو السياره ياخذ ذكره يروح للبصره يطلع له 500,000، البصره السياره مصرفها 200,000، يعني شو يجيب؟ شو يطيب؟ والله ما ادري، وين تودي هاي الناس ما حكومتنا تعبانه لا راتب لا شغل عمال ماكو، يعني ايش تطيه؟